يعني كتاب النبي الإفريقي كرهته بعد ما نشرته وخبيته، وأنا مش كذاب. خليني أحكي لكم القصة من الأول. كيفكم؟ اليوم رح أحكي بموضوع كثير مهم وبتعلق فيي بشكل شخصي. قبل 4-5 سنوات بدأت أكتب قصص متواضعة، قصة ورا قصة صاروا مجموعة قصص، فحكيت لحالي ليش ما أجرب أنشرهم، وبالفعل صرت أبعث جزء من القصص لدور نشر كثير بالإيميل. البعض رد بالاعتذار والبعض ما رد أصلا، لغاية ما ردت علي دار نشر بمصر إنه المجموعة عجبتهم وبدهم ينشروها، وبالفعل تراسلت معهم واتفقنا على كل شيء. كنت طاير من الفرحة طول هاي الفترة، فترة المفاوضات. وبشهر 1/2017 فاجأت الجميع وكتبت على صفحتي الشخصية على الفيسبوك إني نشرت مجموعة قصصية باسم النبي الإفريقي وإنها نشرت في معرض القاهرة للكتاب. الكل بارك لي ومش عارف إيش وما شاء الله ومن هالحكي، لكن بتعرفوا أنا شو كان شعوري؟ كل السعادة راحت وإجا مكانها خوف، ندم، كره للكتاب. بدكم تعرفوا ليش؟ خلينا أعرفكم على الشيطان اللي عايش جوا رأسي. أهلا وسهلا. بالله أنت مفكر حالك كاتب عظيم، كل مين كتب كلمتين فصحى صار يفهم وصار بده يصير كاتب يا جماعة الخير. أنت شو بتفهم بالأدب وبالكتابة أنت؟ أنتوا خربتوا المكتبة العربية بجهلكم. على مين عرضت كتابك قبل ما تنشره؟ مشان ينقده ومشان يعطيك رأيه الأدبي بصراحة. وبعدين مين نهار النشر اللي نشرت لك النبي الإفريقي تبعك؟ شكلهم مش عارفين الله وين حاططهم أصلا. عمي مشان طيب الله بلا فضايح. هذا هو الشيطان اللي عايش جوا راسي، هو السبب. المهم كرهت الكتاب، كرهت كل حرف موجود فيه، حسيت حالي استعجلت بنشره وصرت أتخيل إنه في حدا في مصر اشترى الكتاب بالصدفة وقاعد هسا بقرأ وبضحك، بضحك علي وبضحك على القصص الغبية اللي قاعد بقرأها. فقررت خلص أنسى الموضوع ولا كأنه صار إشي، بطلت أجيب سيرته وما كتبت عنه ولا أي إشي نهائيا ولا كأنه الكتاب موجود أصلا. صاروا بعض المعارف والأصدقاء يسألوا يا أيمن طب وين كتابك؟ بدنا نقرأه. طب معقول ما عندك ولا أي نسخة أو نسخة إلكترونية منه؟ طيب ليش ما تحط اقتباسات من الكتاب على الفيسبوك؟ ليش ما تروج له؟ ليش ما تعمل له دعاية؟ بلا بلا بلا، وين بلاقيه كمان؟ لكن أنا كنت أضل أتهرب من هاي الأسئلة. البعض صار يشك بوجود الكتاب من أصله وصرت أحس بغمز ولمز وتكذيب. بصراحة أنا ما بلومهم، ما زعلت من حدا بصراحة، لأني أنا قتلت الكتاب بإيدي في مهده، مات مش موجود. بس شو أحكي لهم؟ بعد سنتين ونص راسلت دار النشر مشان يبعثوا لي نسخ. حكيت لهم ما بدي مصاري، ما بدي تحكوا لي أرباح المبيعات مش عارف إيش، ما بدي ولا إشي، بس بعتوا لي شوية نسخ. وفعلا وصلتني نسخي بشهر 5/2019 أتوقع. النسخ، مجموعة نسخ كانت وصلتني بكيس. الكيس أخذته من اللي جاب لي إياهم وحطيتهم على الطاولة، وظل الكيس محطوط ومسكر لمدة أسبوع كامل ما فتحته، ما جربت حتى أشوف كيف شكل الكتاب. بالنهاية فتحت الكيس، طلت الكتب، حطيتهم على الرف، وهيك انتهت حكاية النبي الإفريقي بالنسبة لي. بصراحة ما بعرف إذا شيطاني كان معه حق أو لا، يمكن كان معه حق وقصصي كانت فعلا غبية وبده يحميني، أو يمكن تكون قصصي عظيمة لكن أنا جبان، كل إشي وارد. لكن شيطاني ما بسكت، مشتاركني بحالي خصوصا بعد ما صرت يوتيوبر. لا 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 لا، يوتيوبر مرة واحدة مشان الله خليني ساكت. انت عن جد مصدق حالك؟ انت بتحضر حالك، بتحضر فيديوهاتك بعد ما تنزلها على اليوتيوب او على الفيسبوك، بتشوف الهبل اللي انت بتعمله؟ عن جد بتحضر حالك؟ يا اخي اتركوا الخبز لخباز، وقصص الفيديو هاي في لها ناس بتفهم فيها. بعدين انت عارف مين بحط لك لايكات وكومنتات ومش عارف ايش، وما شاء الله واو، كلهم قرايبك واصحابك ومعارفك بيجاملوك يا اخي، مش لانه اللي بتعمله حلو، لا بيجاملوك يوتيوبر قال. عرفتوا شو قصة النبي الإفريقي؟ عرفتوا ليش مرات بنقطع عن القناة وما بعمل حلقات جديدة على الفهرس؟ على العموم بس حبيت أشارككم هاي القصة، وياريت ما حدا يحكي لي بعت الكتاب لأني ما راح أبعت له الكتاب. بالنهاية ما تنسوا تشتركوا بالقناة. كان معكم أيمن خيري وشيطانه. استمتعوا بحياتكم. سلام.